السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر. أو مش فيديو جديد، فيكم تقولوا إنه هذا فيديو متابع على الفيديو الماضي اللي كنا شو نسوي؟ قاعدين نضرب بالرقم 100، لأنه قديش معنا؟ لأنه كان معنا كثير أساسا صراحة، بس صرفناه شلون ما كان. حاليا بعدني بالمركز الأول يعني، بس إذا جاء واحد من الشباب ممكن يتقدم عليه. حاليا 1071، هاي شوف وراي يعني صراحة الدعسة، يعني 1200، يعني بعد 30 ضربة واحدة جيبني. طيب هذا الفارة صارت عندي كاملة، يمكن هاي اعطيه فيه كان شو شو فقست يعني هسه ولا شو؟ صار عندنا حيوان ابي، شو الحيوان اللي حطونا 40 بس. طيب ما بعرف صراحة شو بدهم، شو الفكرة تبعهم يعني، بس بدنا نضل نجمع. طيب خلينا نروح نضرب هون 50 بس صراحة، لأنه 200 بتخلص مباشرة، لأنه معيش غير 288، وما بديش أقعد أشوف إعلانات لأنه أصلا شاحن الموبايل بده يخلص بعد شوي. 50 حلو، هاي هجوم. اهم شيء نقطع هاي اللي وراي. اوكي هذا الشهاب كنت بيعطيه صراحة بطاقة، بس ما طلعت البطاقة شبر عفوا، ما قدرتش اعطيها. يلا بعد المركز الاول، قلناش حدا يلحقنا. هاي 1300، 1071 احتمال كبير انه يلحقنا. طيب معلش خلينا نعرض كم ضربة هون. هاي بالشوب المتفيق 317، قديش بعد فيها؟ عشان فيها 6 ايام المفروض اني الحق اخلص 13، بس ما راح صراحة. 40 50 واحدة 350، يا الله ما يشفهم. مش كان فينيش اسرعها، اقول لكم اسرع من الباوزر مش تشوفوها كلها. يا روح مرة ثانية 750، يا روح روح. هاي المركز الثالث وصلت، او المستوى الثالث. طيب اهم شيء الفاره اللي قاعدين يطعموها يعتبرون فيها. يلا روح بعد فيها، ما بعد. طيب روح انا المره ثانيه. بقول يضرب باثنين، والله كويس 50 يعني 50% هسه المفروض يروح. شوف ايش فاهم صراحه. اول ويتش اول دبل، يعني كلياتهم مدبلة، يعني إذا بضرب 5000 ممكن نخلصها يعني 400. الحالية معي نص ساعة لازم أستغلها، مش لازم إنه شحن الموبايل بيخلص صراحة بعد شوي، إن شاء الله ما يخزينا ويخسر هسه. طب في 11% بس، يلا نروح أضرب 5000، بدنا 5000 800 إن شاء الله. تضعفون المكافأة هذا ما فيه، بس ما طلعش من قبل الموضوع يضعفون المكافأة شيء مكتين يا جماعة. ناس بعطوني تدويرتين ولا ثلاث، 6 مليون كويس كثر خيرك. يعني قربنا نوصل عليه المكافأة الخامسة. يعني ابليس لو خطوة واحدة كان اجت على 5000. والله جمعنا هاي جمعنا فوق 215 مليون. انا وصلنا على الجائزة اللي بعديها كمان. اعطونا خطوات بس نمشي شوي كمان، بظلكم قاعدين بالدوبلين. اوف كثير هيك عملوا لي اياها كمان ضرب ثلاثة. شوف يعني هسه المضروب المفروض يعني قديش 5000، يعني 7500 يضربوا لي اذا ضربت القيمة القصوى طبعا. تمام يلا 7500 يعني بيس. طيب حاليا بعد معي نص ساعة، فالمفروض اني استغلها احسن استغلال هاي. بس خليني اخذ المكافأة اللي هون اول شيء، بلكي يعطوني هسه ماشي، يعطوني 50 خطوة ما بكون مليح. كل 50 خطوة يا كلاب اخي بيس، اعطوني بس مصاري. طيب حاليا معي نص ساعة، فالمفروض اني شو اسوي؟ المفروض اني اجمع قدر الامكان خطوات مشان اقدر اضرب بسرعة. ضعفوا لي 3 مرات، يعني اذا ضربت 50 الف فيها شي 7500، يعني 7500 المفروض ان تخلص اللعبة كلها. حاليا صرت يعني قطعت النص، شوف 7 من 13، يعني اكثر من النص حتى. يلا يلا وصلنا على الأخيرة.
هاي 8 صرنا. حلو، وين الخطوات يا جماعة؟ ما غير بشرين بهالبيضة هاي تبع الصوص. بطاقة، في شي جديد؟ ما في شي جديد، نفس المكاتب. شوف نفس البطاقات الموجودة دعم معك دائما بعيد لك اياها. نقول في فلوس طبعا معنا خطوات ولا؟ طيب وصلنا بثمانية واثناش، يعني قديش خلصنا؟ خلصنا الثلثين تقريبا. 50 كويس، وصلنا 468 قبل ما فيه. طيب خلينا نضرب السبعة أفضل، هو خمسة. نعم إبليس، 329 كان مريحا لو ضربوا. طيب صفرت صراحة، ما ضاعش معي خطوات، ضاع معي خطوتين بس ما في زعل منهم. خليني أروح أجمع لي شوية مصاري. أي دبل خلصني. فهمني يا زلمة. واحدة سرقة، يا رب سرقة. اثنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سرقة سرقة سرقة. نعم إبليس، لو طلع معي سرقة القصد إنه مشان شو، مشان يضعفوا لي الخطوات. يا رب 90,000. حلو والله، ميت مصاري مليحة السالفة. أنا أروح أبني فيهم بس أكون شوية مرتاح. 15 مليون، 50، خلاص المفروض اني صرت بالمركز الاول، يعني المفروض النظام المركز الاول حاليا. يعني اقول حد يجي يسبقني. المركز الاول 1400، المركز الثاني 1071، بعد وراء يعني. بس انا اهم شيء انه يعطونا شويه بطاقات جديده هذول الكلاب. واحده، اثنتين، خلاص ضرب 38. اخر واحده، اخر ضربه. بسم الله. بس شوف فشل، ما اعطوك شيء هيك. انا شاف، خلينا نروح نضرب ال 317 مليون هذا عشان ما يروح نطلع. واحدة، اثنتين، هاي مملكتين، هاي 3 ممالك صرنا بعدين. 122 مليون، ما معنا 12 مليون، بدنا 12 مليون. شو نضرب؟ شو 12 مليون؟ عشان شي اضرب 8 مليون، 4 مليون ونص، 4 مليون 900. طيب بلاش يطلع لنا سرقة هسه. يلا روح، يلا يا زلمة. واحدة، تسرقة سرقة سرقة. نعم إبليس، والله خلي الزلمة كل شوي بيلعب لي، بديش أضرب عليه عشان هو ادالي بطاقات كثير صراحة. خل نروح لعند حسن، حسن دايما يدمرني. طلعت مدينته مدمرة. طيب إلياس، هات يلا هات. قديش؟ 105 يعني يقول معنا. واحدة، مسخرة. بس ضربت 50، ضل معي شوي، ضل معي 5 بس. مسخرة. كنت متأمل انه يطلعوا سرقة مشان شو، مشان اهجم على هذاك الشباب ادعيهم، بس للأسف، او مشان شو، مشان الخطوات عفوا، قصدي مش مشان اهجم على الشباب، مشان انا اهجم الخطوات، بس للأسف ما اعطونيش اي شيء، لانهم دائما مثل العادة يكونوا ناشفين. فخلينا نوقف الفيديو هون هسه. ضل شيء معي اسويه اساسا؟ ضل شيء اسويه يمكن. هي احسن اضرب 18 مليون او 22 مليون بس. اوكي اجمع 4 مليون بسرعة بس. واحدة، اثنتين، ثلاثة، خلينا نضرب 10. واحدة، اثنتين، حلو جمع 900. حلو جمع 500. طيب 20 مليون بدون 37. طيب 8 مليون، المشكلة ما فيش تظبط على الراس، يعني بدك 10 مليون هسه، من يجيب 10 مليون؟ واحدة، 10 مليون. شمرونا على 10 يا شباب، شمرونا على 10. شوف شوف النشاف يا الله، شوف من شافهم. 10 مليون ونص كمان، مش 10 مليون بس. هذا بقى 5 أحسن. واحدة، هاي 5،
صار لازم اروح، انا اتاخرت صراحة. ايه 10:30، يلا شوف 456، شوف مكلبهم ما فيش، لازم اخلص لهي 456. اعطوني 5، ما بديش اشوف اعلان، مش اعلان بدي اخذ وقت كثير. خلاص عاد هي. انا بس 5 2 3 4 5 تعملوها. اوه 10:30 خلاص على الراس، 10:30. طيب ما تجي طول وقت، خليني اوقف فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.